حلو. ومن صحيفة مكة نشوف رسمة الكاريكاتير للرسام عبد الله جابر. بالضبط. يعني الكاريكاتير بيتكلم عن لا تجعلوا من الحمقى مشاهير، يمكن دائما نشوف هذا الهاشتاج يطلع كل فترة والتانية وتلاقيه هو متابع للحمقى والمشاهير، فما أعرف. أنا صراحة أتفق معك، للأسف يعني فعليا هذا الهاشتاج من أكثر الهاشتاجات اللي أنا ما هضمتها، لأنه فعلا الناس اللي يشاركون فيه ويقول لك لا تجعلوا من الحمقى مشاهير، فعلا هم اللي قاعدين يتابعون، يعني يعني فعليا لا تعليق على هذا الموضوع. لكن عندنا كمان الشرقية و الربع الخالي، أشد مناطق المملكة حرا هذه الأيام وأبردها مرتفعات الثروات. هاشتاج ترند السعوديات الأجمل عالميا، وصور جيري سيطرت على الهاشتاج. طبعا الأجمل عالميا بدون منازع ومن غير منافس. طبعا شوفوا حتى جيري يعني متفاعل، متأكد مع الوضع. متأكد يعني واثق من نفسه مرة كثير. يعني حبيت كيف الناس الحين يعني مع هذا الوقت ريم، برغم من الجلسة في البيت وبرغم مع يعني التباعد وكل شيء، إلا فيهم الروح الحلوة، لازم الوناسة وصحة الصدر. يعني صدق انا مره احب صراحه احيانا ادخل مثل هذه الهاشتاجات واجلس اتفرج واقرا واجلس اضحك، يعني التعليقات والفيديوهات اللي يحطونها الناس معلومه قديمه عارفين فتون. صح عليك، يعني فعليا السعوديات الاجمل عالميا، ما اعرف ان الاجمل ما نحتاج هاشتاج. طبعا يعني ما اعرف ليش هم اصلا كاتبين الهاشتاج ده، لانه اصلا هذه معلومه مفروغ منها تماما صراحه. فعليا يعطيهم العافية على الوناسة والروح الحلوة على الهاشتاجات اللي دائما نشوفها على تويتر. طبعا أكيد مشاهدينا فقرات سيدتي ما زالت مستمرة لليوم، ولكن بعد هذا الفاصل.